بكل حال خلينا نروح لزي النهارده وتاريخ تحديدا 23 يونيو بس 2004 كان وفاة رفعت الفناجيلي نجم الاهلي السابق في الخمسينيات والستينيات. يعني محمد رفعت مصطفى الفناجيلي هو من مواليد دمياط، بدا مشواره لو هنرجع شويه للتاريخ في فريق الساحه الشعبيه ومنه لفريق اتحاد دمياط ثم اتحاد السويس، انضم للاهلي كان صيف 1955 وتالق بشكل ملحوظ جدا في منتصف الملعب واطلق عليه الراحل اطلق عليه عفوا الراحل نجيب المستكاوي لقب المهندس. كان زميل صالح سليم، احمد زايد، طه اسماعيل، ميمي الشربيني، احمد زايد والجوهري، كلها اسامي كبيره جدا طبعا. كمان خليني اقول لحضرتك احمد مكاوي، عزت ابو الروس، ريعو السايس، وعلوي مطر، يعني كلها اسامي لامعه زي ما بيتقال. ساهم مع زملائه كمان في فوز الاهلي بستة بطولات للدوري العام، 5 بطولات لكاس مصر ودوري القاهره مره، كاس الجمهوريه العربيه المتحده. وبالمناسبه كمان خليني اقول لحضراتكم هو فاز بلقب افضل لاعب في مصر، ده كان عام 1960 مع منتخب مصر، بقى شارك في فوز منتخب مصر بكاس امم افريقيا، ده كان عام 57 و59، وشارك في الدوره الاولمبيه بروما عام 1960، اختير ضمن افضل لاعب بالدوره، وشارك في دخول منتخب مصر كمان المربع الذهبي لدوره طوكيو الاولمبيه، ده كان عام 64. اعتزل بقى عام 1967 بعد كان اصابه بالغه يعني في ساقه، ولكن نرجع نقول تاني اسم كبير جدا جدا وعلامه من العلامات الموجوده كانت في النادي الاهلي الله يرحمه، ولكن زي ما بنقول كده يرحل الانسان ولكن يعني بيبقى تاريخه. الحقيقه مش لوحده طبعا اسم الفناجيلي من اهم واشهر الاسماء في تاريخ النادي الاهلي وكره القدم المصريه بشكل عام، بس شويه الاسماء اللي انت قعدت تقولها لنا ايه ده؟ ايه الجيل ده؟ وبعدين على فكره كلهم كانوا لعيبه عالميين بالمعنى الحرفي، يعني مشاركاتهم العالميه والدوليه وابهارهم للعالم كله كانت يعني حاجه عظيمه.